أسعد الله صباحكم، جمعة مباركة للجميع. ربنا يحمي الوطن وأهل الوطن وقائد الوطن. ما زلنا نمر بظروف صعبة جدا، أزمة الكورونا، الالتزام بالمنزل أصبح واجب لإنقاذ الوطن، لإنقاذ الأمة. العالم يئن، العالم يتألم، وجميعنا نتألم، لكن لا يمكن إلا بالإيمان وبالقلب. فلننظر إلى الوطن من ثقب قلب مؤمن، لنكن مع الوطن، لنكن مع رجال الوطن أينما كانوا في الميادين والعاملين من رجال ونساء. تحية للجيش العربي في هذا الصباح، تحية لكل مسؤول يتبوأ المكان ليحمي روح المكان. لكم مني هذا الصباح تحية. سأبدأ اليوم وأتحدث، أستكمل مشواري مع طلبتي في الجامعة الأمريكية في مادبة ومع المهتمين. وجزء من هذه المحاضرة كنت وضعتها أونلاين لطلابي قبل يومين، والآن سأشارككم كيفية الرسم والتعلم من الكتب. في ناس كثير بيقولوا التصميم موهبة والرسم موهبة والفن موهبة. إخواني، هناك بداية لموهبة، لكن لا يمكن أن تتطور وتصبح مهنة وبشغف وحرفية عالية إلا بالعلم والمتابعة والقراءة. اليوم بدي أشارككم أحد الكتب وأحد من تأثرت به في الرسم الحر. كتابه اسمه Drawing with Confidence لجيمس تيرنر. جيمس تيرنر من 1979 انضم للجامعة الأردنية كفري كولبرايت فولبرايت سكولر، وجاء للأردن وبقى 3 سنوات ودرس مجموعة مواد مرتبطة باللاندسكيب والفريهاند سكيتشينج والديزاين. ومن ذلك الحين قال لي إذا بدك تتعلم الرسم بدك تحمل دفتر وورقة وبدك تبلش بهذا الدفتر، تبدأ بما يسمى خرابيش الجاد، خربش، اكتب، انت معماري. حتى تستطيع ان تتبوأ مكانة محترمة في مهنتك لازم تعرف شو اللي انت قلبك مع عقلك يكون في ايدك بالتعامل مع الرسم وقلم الرصاص والاقلام. فهذا الكتاب يحتوي على تشابترز متعددة. كيف ترسم technical drawing of trees، أو كيف تعمل summary of architecture and buildings. كل هذه الرسومات في هذا الكتاب هي من أعمال جيمس تيرنر. في هذا الكتاب بعلمك كيف تعلم ترسم رسم السماء، الغيم، human beings، المباني المعقدة زي ما هاي الرسمة شفتوها مبارح، بثيتها، رسمتها أنا، عدت رسمتها من كتابه، لأنه مش قادر الواحد يخرج خارج المنزل. فلذلك هذا الكتاب هو كتاب قيم جدا. والحلو أنه هذا الكتاب طبع منه 4 أو 5 نسخ. و it's a beautiful book because اللي طبعوا هذا الكتاب published by Van Nostrand Reinhold. It's a very well known شو بيسموه publisher for art books. كمان شغلة تانية، لما بدك تبلش ترسم بده يكون عندك مجموعة من الأقلام الرصاص بي اتش بي 2 3 بيز، وعادة بدك تبريهم. وكلنا بنتكاسل بعد مرات في هذا أحسن نوع للبرايات ستيدلر، لأنه في نوعين من الرصاص، الرصاص اللي بكون نحيف وفي رصاص بكون كميل شوي، لكن الكل بتجازع أو بتكاسل يبري القلم. I want to take you through a 1-2 point perspective very quickly. بسرعة. To grab that عملت شفافات صغيرة اللي هي بنسميها احنا بالعمارة butter paper. رسمت للطلاب هذيك النهار في المحاضرة I gave them a lecture of how to draw people. And look how I draw people. بحط هاي إذا ما بدي، إذا بستصعب بدي أحاول أرسم هذه السيدة أو امرأة
بتلاقي انه الكتف او الكتفين رجل بكون مناكبه منكبيه اعرض. برسم الرسمه very simple outline. لاحظوا الرجل بكون اعرض لكن you start drawing lines, line movement as such. هذه الحركه بسرعه بتعطيك انه ترسم لهيومن فيجرز كيف الانسان كيف بمد ايديه حتى انت تقدر. وحاليا بنحاول كل جهدنا دائما قلمنا يكون مبري. Look at the gesture, كيف الواحد كيف بيوقف كيف بتعامل مع البوزز الناس وهي بتمشي واحد بيمشي. Just outline زي ما حكيت احنا we are not in the business of creating artists, احنا we are in the business of learning how to draw for the purpose of architecture. One point perspective. في العادة one point perspective في إشي بتشوفه in reality وفي إشي بتشوفه how it appears to you. في العادة خطين متوازيين ما بيلتقوا لكن في البرسبكتيف والنظر ولما تطلع على الشارع أو تطلع على رير رود وتوقف في نص الرير رود زي ما هون إحنا واقفين وتطلع 90 degrees perpendicular بتشوف الهورايزن اللي هو الأفق هون وإنت على نظره كأنه خطوط تلتقي في نقطة بعيدة إحنا بنسميها vanishing point. هو في العادة ما بيلتقوا لكن بالأبيرنس بيلتقوا لكن الرياليتي they do not. فإذا أنا كنت هون هيك بشوف أنا الهاند ريلز سوري الريل رودز لسكة الحديد. إذا عملت هذا الشخص أنا إذا نزحت ووقفت على طرف السكة على هذا الطرف وطلعت perpendicular هون شوفوا 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 تغيرت الفيرس بطلت perpendicular to the horizon. I shifted صار عندي نقطتين نقطة هون ونقطة هون يعني هذه بتروح الخطوط إلى الـ vanishing point 2 وهاي للـ vanishing point 1 ولاحظوا الأعمدة تقاربت عندي هون هذا بنسميه نقطة الالتقاء الأولى ونقطة الالتقاء الثاني. Simplify it. Let's take more of warm eye. هيك لما نطلع كأنه نطلع الشغلة from the top which is we call it a warm eye perspective which is view of the new condition. Notice that the parallel lines are now vanishing to two points. هاي أول نقطة وهي تاني نقطة. بعدين بنيجي كيف بنحدد المسافات وإلى آخره. بس أي مبنى لو توقف في الشارع وتطلع يمين وشمال بتشوف العمارات كلها أو المباني بتروح إلى 2 وبعد شوية بتشوف في إشي بروح ل 2 و 3 و 4 vanishing points. هذه 2 vanishing points كل ما ابتعدت كل ما كان الخطوط قريبة على بعض كل ما تقربت إلى وين النظر تبعك بتباعدوا ونفس إذن هذه الخطوط كلها راحت بهذا الاتجاه. To show you a little bit more بقطع أنا هذا الوتر بيبر small pieces and I want to draw to you the lines. This is my vanishing point. This is my horizon line. VP1 VP2 left and right وبعمل من هون vanishing point تانية وبتصير هذه الخطوط اللي من هون جاية بهذا الاتجاه اللي هي حد السك الحديدي رايحين لهذه الفانيشينج بوينت والريدز اللي هم الخشب رايحين للاتجاه الثاني زي ما انتم شايفين كلها بتكون اذا بتصغر هون وبتكبر كل ما قربت لك بالنظر. Again تخيلوا عندنا بوكس من الزجاج VP1 نقطة أولى نقطة التقاء ثانية هذه الخطوط راحت لهذا الاتجاه هذه الخطوط راحت لهذا الاتجاه من داخله إذا زجاج كمان هذه الخطوط هذا الخط وهذا الخط في الحقيقة هم parallel لكن in appearance بالperspective بتشوفهم كأنهم بدهم يروحوا إلى نقطة التقاء كلما ابتعدوا عنك زغرت المسافة بيناتهم. بجي على تاني على مرة تانية هذا one vanishing اللي كنا راسمينها أول اللي هي هاي بدي أحط في نصها بوكس البوكس بدي أفتله إذا فتلت البوكس هذا صار عندي نقطة VPI3 وVP4 وهدول الخطوط تبعوا بروحوا لفور وهدول بروحوا لهذا الاتجاه. أوكي هلا بدنا بعد شوي بنيجي بنحكي عن كيف أشعة الشمس
بدها تيجي عندك وكيف بدك انت تبلش تشوف الشيد والشادو. هذا رايحين نجي له بليكتشر تاني مشان ما نخربط اخواننا. في الحقيقة في عنا اشي اسمه وومز اي او بيرد اي بيو. اذا انت قاعد في الطابق الرابع الخامس fourth, fifth floor, you will start seeing the top three. واحد اثنين ثلاثة, ثلاث واجهات لأي بوكس بتشوفه تحت. اذا صرت على مستوى نظر الهورايزن بتشوف واجهتين. اذا طلعت لفوق وصار العنصر فوقيك بحوالي 50-30 meters, بتبلش تشوف the bottom of the box and the left side and the right side. انا عملت هذول shaded مشان نحجم المشروع. An object such as this glass book can have three attitudes relative to the horizon. واحد below the horizon, تحت ال horizon, واحد مع ال horizon, واحد above the horizon. Jensen in his book, here is how the two lines you have relate to the scene you are about to draw. وقف, مد ايدك يمين, مد ايدك شمال على خط, خط سكتين حديد بدهم يلتقوا مع بعض. هذا على نقطة اثنين, هذا على نقطة واحد, وهذا انت واقف على النظر. To do this, to find the two vanishing points, pretending that you are sitting at the crossroads. هون انا كأنه قاعد على كرسي على ملتقى وين بلتقوا هذول سكتين الحديد. بهذا النظر تبعي, هاي النظر تبعي تقريبا تحت الهورايزن, بدي أفرض أنه عندي مجموعة سيارات على اليمين, مجموعة باصات على الشمال. كلما راحت هاي للفانيشينج بوينت, كل ما صغر الباص, كل ما جيت, كل ما كبر الباص, كلهم بكونوا على لاينز. حتى هذول الدوال كله بكون بروح على الفانيشينج بوينت 2 والفانيشينج بوينت 1. This is how we draw perspectives. Now we're gonna move to reality, how we draw perspective as such for buildings. And you're gonna see كل الخطوط هاي اللي على اليمين بتروح, هذا الهورايزن by the way, this is my horizon. وبجوز لازم استعمل قلم إذا سمحتوا لي, بدي أحاول أستعمل قلم حبر حتى يمكن يظهر بالرسمة عندي. This is vanishing point one. This is two. Okay. وأنا كأنه بطلع من طابق ثاني أو ثالث على هالبناية, فبدي أشوف إشي تحت وإشي فوق. This is, هذا بروح لvanishing one, وهذا بروح لسوري لvanishing point two. هذا من هون داتد بروح, هذا الخط راح لبن وهذا راح لون. هدول بكونوا perpendicular lines, الخطوط الإجز هاي العمودية. الهوريزونتال lines بروحوا للvanishing points, الvertical بضلهم vertical. And we start, حتى لو بدي أرسم أي شيء, بدي أرسم شجرة هون, الشجرة الأولى كبيرة, الثانية أصغر, الثالثة أصغر, كل ما رحت أنا باتجاه هذه الفانيشينج بوينت بصغر عندي. حتى لما أطلع في عمارة ثانية أو كبيرة, هذا بمد خط الوهميات, هاي صار الإج أوف ماي بيلدينجز, ذا إج أوف ماي بيلدينجز, ذا إج أوف ماي بيلدينج. This is how I draw perspective in a sketchy form. ورايحين نجي بعدين في محاضرة ثانية وبجي على المنطقة اللي بدي أعملها shade, not a shadow. This is a shade of a building. حتى هدول خطوط كلها الشبابيك, كل ما كانت قريبة للفانيشينج بوينت 1 هون بدها تكون صغيرة, كل ما قربت لهون بدها تكبر الفتحات معنا. كل ما رحنا باتجاه نقطة التقائهم أو الفانيشينج بوينت بدها تكون تصغر الفتحات عندي. We move a little bit. If I want to do a perspective, the perspective that I am drawing, vanishing point. هاي هاي vanishing point, هاي ممراتي, هاي حد البركة, هاي في هون في vanishing point two. كل هدول بدهم يروحوا لهاي النقطة وهاي ال horizon line تبعنا. And this is how I draw خطوط
الرسم تبعي. بعمل أول ما بعمل بعمل first step is the lines اللي بنسميهم إحنا construction lines of my perspective. ما راح بيوم وليلة نكون perfect drawing أو drawer. We have to take our time. Here we gonna now look at another example, which is a one point. العنصر مائي جدار. أي نقطة. And I come this way, this way. هذا النخل عندي أول واحدة بعيدة. الساق تبعها هذا أطول. هذا أطول. هذا حجم أول واحدة. حجم ثاني واحدة. حجم ثالث واحدة. إذا عندي سروة عمودية أول واحدة بهداك بعيدة. بعدين بتبلش تكبر. بعدين بتصير تكبر. وهذه الأمور اللي لازم الواحد يتعلمها. When he is doing perspectives. حتى الناس اللي هلا كنت أورجيكم how we draw people. وإذا بدي أرسم هون الناس look what I do. بدهم يكونوا back in the horizon في آخر هذا بدهم يكونوا they will look very very small. Smaller they get smaller. The more you move into this vanishing point the more people will look smaller. Here we go. نجيب قلم شوية. لو بدي أرسمه هون look what I will do. إذن هذا كل ما قربت عندي كل ما زاد حجم الرسمة. This is how we draw in perspectives. يعني بهالفترة بدي أورجيكم آيا صوفيا. How we draw Hagia Sophia. How we draw this in pencil. كيف بقدر أنا أطلع على رسمة وأرسمها. أول ما بجي بعمل تحديد. I will frame my picture from one side. I will draw my dome. The dome of Hagia Sophia. I will draw lines. أنا بسميهم أدولة constructions lines. هي. They are construction lines. Okay. شوفوا شو بعمل. بجي على المينرت. بعمل سنتر لاين للمينرت. I'll make a center line. 1, 2, 3, 4 circle. 5. And then at the top. بجي to the top. من هون باخد مسافة صغيرة. سيجمنت صغيرة. هاي ضعف هاي السيجمنت. هاي بتكون 1, 2 للأولى. يعني هاي 1, 2. هاي 1, 2, 3 okay. وهون بتصير 1, 2, 3, 4 So from that I will start. ولاحظوا المينرت. المينرت اللي بيشوفهم في اسطنبول they are pointed. وعلى فكرة لما يكون ليش بنشوف جامع إلو مأذنة وجامع إلو مأذنتين بنشوف جامع إلو مأذنة أو جامع إلو مأذنتين حسب إمكانيات الواحد. يعني بجوز يكون هذا مقتدر. إذا كان مئذنتين بجوز يكون related إنه الحاكم بناه أو رئيس البلدية. إذا ثلاثة إذا أربعة بكون رأس الدولة أو رأس الهرم هو اللي آمر في بناء هذا المسجد. أكثر معماري تفنن في بناء المباني وأصبح من المعماريين المشهورين على مدى التاريخ المعمار سنان. الجميل في المعمار سنان إنه بنى مستشفيات بنى مساجد بنى أكاديميات عسكرية لكن ما تفنن فيه هو النظام الإنشائي اللي كان يتعامل في القبب. برسم أنا هذا بعمل هذه الطريقة تبعتي وبعدين بشوف هون كأنه بكون في شوية تجويف وبجي على جزء من هذا وببلش أرسم التفصيلات اللي أنا بدي أرسمها بطريقتي. أوكي أنا هيك بقدر بفيو لاينز. أنا بدي أورجيكم قديش بتقدروا تعملوا a quick sketch مشان واحد يتدرب على الرسمة. شوفوا شو بدي أعمل. I want to start drawing fast لألكم. هذا the shadow of buildings from here over this minaret. Straight
strokes. This is fast, okay? فلاحظوا هنا light, هنا light. كل ما طلعت للتيب top sorry of this dome خطوطها كل ما صار عندي darkness حتى تبين انها it is round in form. وبجي على السماء امبارح حدا سألني كيف برسم السماء. This is one way of drawing. لاحظوا I'm grabbing the lines. ما رسمت لسه. All what I'm doing. وبعدين كثير من الطلاب بيقولوا انا مش عارف ارسم. اذا مش عارف ترسم جيب هالبتر بيبر حطه على الرسمه وشفها كزها. To train your hand and mind. مش غلط انك انت to trace a building to see وبعدين حاول ترسمها بايدك. And لما بدي ارسم السماء شوفوا شو بعمل. بعمل strokes. وstrokes مش كلها بنفس الاتجاه by the way. وكل ما ابتعدت كل ما صارت strokes افتح. Look at this. Stroke, 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 strokes. بعدة اتجاهات. اوكي. وبجي هون. هلا شو سوت معي؟ عملت معي خفيف. Then I start seeing my sky line أو sky light. Sorry. Sky lines. كيف بتكون برسمتي. بعد مرات لما أكون أنا برا وبرسم في بتر حالي أو برسم في البتراء أو برسم في منطقة وسط البلد أو العبدلي. ولاحظوا هلا ببلش كل ما طلعت لفوق أباعد الخطوط. بباعد الخطوط فبتبلش عند الرسمة تظهر. The edge of my trees should be darker, which means I will go, maybe I will use B pencil. هدول المجموعة الزرق. They are 5Bs, 6Bs. No, I want to get a smaller ones. Maybe I will use a 2B. Look at that. بشد عليها وبرخي عليها. بشد على القلم. وبخلي كأنه إيدي it's فيها رعشة when I am drawing. Okay. ولاحظوا. برجع في البيز 2B 3B. If I would like I could use bees. بس أنا بفضل دائما بكل رسوماتي بستعمل 2HB or HB. This is the best pencil. مرة ثالثة ورابعة وخامسة. Artists always في ناس كتير بيستعملوا mechanical pencils. أنا I don't use mechanical pencils. هذا هيك. This is how I draw this. Come back to yesterday. I put on the website البلانتيشن المزارع هاي اللي كانت في القرن السابع عشر والثامن عشر بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية. بنوها الإسبانيين وبنوها الفرنسيين وبعدين أجوا اللي عندهم مزارع كبيرة وعملوا هاي البلانتيشن اللي هي كانت للناس الأغنياء. عندهم هذه البيوت وكانت ضمن تكون ضمن غطاء نباتي وحواليه في سوامب ومستنقعات. وبتعرفوا أنه جنوب الولايات المتحدة كلها هذه لويزيانا ميسيسيبي كل هذه كلياتها عبارة عن ولايات تزرع القطن بكثافة فيها. لكن فيها شجرة رهيبة جدا اسمها تاكسوديوم تيستيكم اللي هو السرو المائي. هذا التاكسوديوم تيستيكم هو بنبت في المستنقعات وإله روت سيستم. بس الحلو فيه الشجر كل ما يطلع فوق بنزل منه مهدلات كأنه شعر طوله 5 و6 و7 متر. وبعد مرات بوصل للأرض ولما يوصل للأرض بربط بالأرض وبطلع جذور جديدة له. تاكسوديوم تيستيكم. لما نرسم رسمة زي هيك شوفوا التركيز على الرسمة. الدبث صار هون. We are doing the depth of our drawing is coming here. بهذا الجزء. هاي الفانيشينج بوينت. نروح كل هذا راح إلى هاي الهورايزن لاين. هاي الفانيشينج الثانية. كل شيء راح للفانيشينج. حتى ما عدا هدول ما راحوا لفانيشينج. هذا بلتقوا هذا الفانيشينج بوينت اللي هون مع هاد بتطلع بتوصل هاي مع هاي بطلع معي انا البيراميديكال شيب او الانكلاين دروف تبعي. والتركيز بكون في التغميق دائما بهذه الجهه حتى يصير كونه كل ما بعدت
عن السورة كل ما غمقت كل ما جيت كل ما فتحت لإلك. أيضا في شيء تاني بكون في بعض الأفرع اللي نازلة بتعملها تحديد بقلم رصاص على جهة معينة من الترنك جزء معين وبتحط هدول الخطوط حتى تبين إنه في ترنك إز اللي هو لحاء الشجر تاع الدكسوديوم تيستيكوم. الأرض اللي موجودة عندنا بنخفف ما بنحط كتير. معظمنا وإحنا بنرسم بنحاول دائما نرسم أكتر من اللازم. We don't have to draw more than what we have to. بس توصل رسمتك لإلها. بس مشان تشوفوا الفرق دائما دائما. في ناس كتير أنا كمان بستعمل قلم إما pilot pen, this pilot pen, أو هذا القلم اللي هو بنسميه إحنا filter pen. I hope I can find one of them. Definitely I have. لازم يكون عندي filter pen. It is disappearing. آه هي. كمان this is a good pen. هدول البنز يكون في بينهم 0.1, 0.2, 0.3 pilot. هيا uni ball eye line fine. في fine وفي thick حتى تقدر ترسم بسهولة. وأنا برسم عادة فورا بدون استعمال الرصاص. بس بدك في فرق بين ما ترسم هيك وبين ما ترسم برصاص. هذا fill tip. You can see this is a fill tip. Fill tip fine. بدي أورجيكم كمان using شو بيسموه pencil drawing. I think there is a beautiful buildings here drawn by Turner, which is about look at that. Look at Baton Rouge, اللي هو الكابيتال بيلدينج. ولوك ات ذا دروينج. الباك جراوند عملوا لاين خفيف للكابيتال بيلدينج. الفور جراوند اللي قريب عندك عملوا بلاك مع هالكانون اللي موجود. لوك ات ذا تري. لوك هاو يو كان سي ما لون كل الترنك ولا كل الافرع ولا عمل الا مينيمال انترفنشن فوق. لكن طلع dark from the bottom gets up to light at the top. This is how people draw. Look at this Bryant Park in New York City. This is a tree trunk, tree up. The closest building is a little bit dark at the edge, lighter at the bottom, and he gets darker as he goes up. But look at the front. It's darker here. يعني ظهرها وعمل فريم للصورة لما عمل هذا الجزء. It's a dark. When we draw, I'll try today to draw it maybe at home. بدي أحاول أرسمها. لكن زي ما قلت لكم أرسم الرسمة repeat it. Look at the fill tip. هذا fill tip pen. بكتب fountain pen. ارتسمت 1976 شارستان بريدج في إيران من جيمس تيرنر. كان يدرس أو راح زيارة لهناك. I think drawing is not only an art. It's also you can use fill tip pen. Hey, you dry fill tip pen. يعني dry يعني بلش ينشف مع القلم. ما رسم الإيجز very clear. كأنها ضبابية في الرسمة. بس كمان it's a very fast drawing. Very fast drawing. Draw details. هذيك النهار في المحاضرة حكيت عن DWA terminal تاع إيروس شارنين. أرسم ساعة. أرسم باب. أرسم سيارة. أرسم واجهة صغيرة. Start with small things. Don't jump into big things because they confuse you. وبدهم وقت حتى تأخذ عليهم. You have to start with smaller elements of buildings as you go. As you draw. عادة بكون في ورقة عندي على الطاولة. جيمس كان عنده ورقة عند التلفون تبعه لأنه لما رحت على لويزيانا ستيت يونيفرسيتي كان هو بروفيسور لاندسكيب أركيتكتشر. وثلاثة أو أربع مرات اشتغلت معاه الفيدرال إكسبريس بيلدينج في ميسيسيبي لم أز لاندسكيب أركيتكت. كان هو المين. عملت الريندرينج معاه. بس لقيت عند التلفون دفتر هيك حاط دفتر وملزقه عند التلفون كل هالخرابيش اللي موجودة هون. هو بيحكي تلفون بتلاقيه he is doodling. What is doodling? Doodling is drawing smaller things. Look at this. This is in ink, but it's in a fine ink.
0.01 ink drawing. Even the art of drawing is important. That's what is important. I will go back and I will share that from his book. He says, Anna Kaman, in my book, Drawing with Confidence, I wrote about the value of principles of drawing, great comfort to the teacher, but little use to the students. They are important, but I learned them long after I learned how to draw. اسمعوا اللي بحكيه لو سمحتوا. بحكيها دائما لطلابي. أنا تعلمت الرسم. They are important, but I learned them long after I learned how to draw. يعني تعلمت كل هاي اللي انتو شفتوها بعد ما تخرجت من الجامعة تقريبا بسنة بلشت أرسم. مع العلم كنت بالجامعة الأمريكية بسنة تانية وثالثة أحاول أرسم سكتش بوكس، أكتب ذكريات اللي بتمر فيي الديلي ميموارز، بس ما كنت إلا لما التقيت في جيمس تيرنر 79-80 واشتغلنا معاه ومع أستاذنا الكبير الأستاذ مجدي توفيق الله يعطيه الصحة. ثلاثة كلفهم الرئيس، كلفنا الأستاذ الدكتور عبد السلام المجالي ربنا يعطيه الصحة، كلفنا نعمل ماستر بلان للجامعة وعملنا له مع جيمس، لكن رسمناه from A to zero by hand. وجيمس لما قعدنا عند جيمس قال لي مرة كامل لقيته بجي عليه، سكننا احنا وي شيرد ان ابارتمنت في الجامعه، فقال لي بقول له بجي عليه انا الساعه 10 بالليل بلاقي جيمس برسم، بلاقيه بيلعب جيتار، فبقول له وات ار يو دوينج، فك واحد حتى من تخوته سواه درافتنج تيبل له، كان يرسم كتاب، كان يكتب في كتاب دروينج وذ كونفيدنس، وفي كتاب تاني إله فونابيل أو كان يكتب قصص للأطفال illustrations I don't have it I will show it later. فمرة بقول له يا أخي طول النهار أنت بتدرس الصبح وات نون early you teach and then you come have a lunch and then at the evening. فقال لي أنت جيت خلصت، فكرت خلصت البكالوريوس أخذت كل العلم وجيت من أمريكا وبدك تصير إشي مهم بالبلد، مهنتك ما بتقدر تكون فيها مهم إذا ما تعلمت مهن أخرى وسكيلز أخرى وبلشت تصمم وتنفذ وتقرأ. فقلت له أقرأ إيش؟ قال لي حطيت كتاب عندك اقرأ اسمه The Arab Mind. It's a small thick book written by an expert, a foreigner, talking about how Arabs think. قال لي أنت كامل you waste a lot of your time. تجينا الساعة 9 الجامعة معيد، تروح على الوحدة، تروح على الزرقة عند أهلك، تيجي من الزرقة وبتطلع بعدين بالطش تجينا، شو سويت في النهار؟ يعني جيت الصبح معنا 4 ساعات، شو عملت في الجامعة اللبنانية؟ You achieved nothing. فجاني تاني يوم أو ثالث يوم بعد أسبوع ولا هو بيشتري small sketchbook. I still have that sketchbook. وقال لي start drawing. When you start drawing now and you write your memoirs, إنجليزيتك تتحسن، لغتك العربية تتحسن، drawing تتحسن، تصاميم وانت قاعد في الجوري you write it down. You document and if you document you win. لأنه إحنا بتجي على واحد شفتها مرة مع زملائي المسؤولين وبعضهم، بقول لواحد من اللي بيشتغلوا معي بقول له أنت فهمت شو حكيت؟ كتبت شو حكيت؟ قال لا أنا ما في داعي أكتبه، أنا كله هون، كله في مخي، مخك in 24 hours forgets the details. بضل هيك vague concepts. فwrite it down or jot it down before you forget it. وبس تخلص لزقها على سكتش بوك تبعها. It will never go out. فعلا after a few years بعد سنتين لما رحت على جامعة لويزيانا وبلشت أشتغل أدرس وأشتغل مهندس تخطيط بالجامعة، صرت كل بريك أطلع أرسم بناية وأقعد أرسمها في فلتر بن. أهم شيء في هذا الصباح الثقة بالنفس أمارة بالخير، القلب المؤمن يأمرك بالخير، الالتزام بالقواعد والأمور المطلوبة لما تمر في محنة مثل هذا الأمر الطارئ اللي ما مر. تخيلوا قبل 3-4 أسابيع وين كنا، شهر، اللي بروح على السوق واللي بيشتري واللي مدروش في مشاكله، صدن لأجى كف على الإنسانية قال لهم stop. I am more powerful than all of you.
look at what you have done and what damage you have done to the environment. 70% of our space is occupied by pollution. التلوث, الانفايرمنت, عدم احترام الخضار, الهواء اللي بنشمه. فتكبلنا في بيوتنا. فالآن إحنا تحت الحصار. لا, اللي قلبه مؤمن بكون الفيروس هذا هو اللي تحت الحصار. لأنه قلب مؤمن تلتزم بالقواعد وبيته. It will disappear. ما ربنا رمى علينا شيء إلا وجد له طريقة لنتعافى منه. في الشدة الواحد بربط الحزام, بربط التفكير بطريقة عقلانية, وقلبك وروحك يجب أن تكون المكان. يحمد ربه اللي عنده أمه وعنده أبو في البيت, يحمد ربه اللي أمه طيبة, ويرحم أمواتنا ويرحم أبوي وأبهات من توفاهم الله, يرحم كل أموات المسلمين ويرحم كل إنسان توفاه الله أينما كان بأي ديانة. الرحمة تجوز على الأموات, لأنه في بعضهم هم من صنعوا دواء, هم من سيروا طرق لنا. فلذلك نأمل للإنسانية كلها أن تتعافى. تحية صباحية للمغتربين, كل يوم بدنا نصبح عليكم, لأنه أنتوا كمان مسكم الضر لأنكم بعيدين عنا. حتى وإن تباعدت القلوب تبقى القلوب متلازمة, متلازمة بالفكر. أعتقد هالتليباثي, هالاتصال ما بين الإنسان والإنسان مهم. الجار اليوم حكيت مع جاري صباحا, بعثت له مسج بعيد عني لأنه أنا وياه متلاصقين في البيت, قلت عندي مشكلة في البيت, فورا فزع لمنزلي. تحية لمن جاورني, تحية لمرج الحمام, لكل ضواحي الأردن, من غربة, من شرقة, من فلسطين. تحية للعالم العربي والإسلامي, تحية للإنسانية في هذا الصباح. رجاء, ترى في مخزون كثير, لو واحد, أي واحد دلّ يعني مد إيده في بيته يجد الكثير. حتى نمر بخير جميعا. أسعد الله صباحكم, صباح الأردن, صباح كل من يسعى في الصباح لحماية هذا الوطن. إذا إحنا هيك في البيوت, اللي في المستشفيات يقوموا بإدارة الأزمة, واللي صار له شهر وأسبوعين من العسكر حماة الدار والأيادي البيضاء والأجهزة الأمنية والعاملين في البلديات واللي بقوموا على حمايتنا وعمال الوطن, الله يكون في عونكم. جمعة مباركة.